ازيكم عاملين ايه؟ تفتيح الفاونديشن، تفتيح الفاونديشن لو انتي جبتي فاونديشن طلع عليكي غامق قوي فمش عايزه ترميه، فعندك حلين. اول حاجه ان انتي هتاخدي فاونديشن فاتح عشان تفتحيه، يعني بتخلطي عندك الفاونديشن بتاعك الغامق، هتجيبي فاونديشن فاتح وتخلطيه على الفاونديشن الغامق بتاعك. ده اول حل. تاني حل هنعمله معاملة الكونتور. فاول حاجة دلوقتي هنشوف اول حل بقى، مثلا ده اوفيس ده درجة 104، ده غامق قوي عليا. فالحل ايه بقى؟ هوريكي مثلا كده، ارجه الاول عشان هو ليكويد، واعمل كده حاجة بسيطة اهو، ده الدرجة بتاعته اهي غامقة بعد ما انا فردتها غامقة. بس في معلومة، الفاونديشن اوفيس بيأكسد، يعني بيغمق درجتين بعد ما انت بتحطيه. فده الدرجة اللي هي 104. عايزة افتحه هعمل ايه؟ اللون اهو وهيغمق كمان. هجيب هنا احط برضو اهي اهو، وهجيب مثلا انا عندي ايسنس وعندي اوفيس، بس مثلا هاخد نفس النوع، بلاش مش عايزه يعني اعمل ميكس مع فاونديشن تاني، ممكن عادي يعني، بس انا عايزه اخد نفس النوع ما دام هو عندي متوفر عندي. فهاخد اوفيس ده 99، ده فاتح او مناسب ليا يعني، هو ما عنديش فيه مشاكل. فهاخد كده واخد كده عليه اهو، هو ده الغامق وده الفاتح اهو. ظاهر طبعا، ظاهر اهو، فتحت اهو ده، وده الغامق اهو بتاعي، وغمق على فكرة اهو، اغمق اكتر لان انا لما بحطه بيغمق. اغمق اهو، هو ده اللون الغامق وده اللي انا فتحته اهو، والفرق واضح جدا اهو. لو انتي ما عندكيش اصلا فاونديشن تاني، هو فاونديشن واحد عندك وما عندكيش تاني، هتعملي ايه؟ هتعمليه معاملة الكونتور. هحط دلوقتي الفاونديشن الغامق ونشوف الحل التاني. هاخد اللي هو اوفيس اهو 104 عشان ما تلخبطش، وارجه وهاخد البراش دي بتاعت سيلا، بافر براش رقم 616، اي فرشة كابوكي عندك اهي، وهوزع. غامق جدا عليا. بعد ما وزعت بالفرشة هاخد البيوتي بلندر، هكون بلاها بس مش هكون طبعا فيها مية، يعني مبلولة ومعصورة، واعمل تابنج عشان اشيل اي زيادة او اي خطوط. ده بقى الحل التاني بقى اللي احنا هنعمله دلوقتي. لو انا ما عنديش الا اصلا فاونديشن واحد بس وغلطت وجبته غامق، هعمل ايه بقى؟ هعمله معاملة الكونتور الكريمي. ازاي يعني؟ انا مش هحط كونتور كريمي. اول حاجة بنحط فاونديشن وبعدين بنحط الكونسيلر او الكونتور الكريمي، فانا مش هحط الكونتور الكريمي، فانا اصلا غامق بقى وشي. فانا هعمل ايه؟ ده كونسيلر ايسنس اهو، هعمل ايه بقى؟ هحطه، ده فاتح اهو، هحطه في الاماكن اللي انا عايزه افتحها ما عدا اماكن الكونتور الطبيعيه. يعني اماكن الكونتور زي ايه؟ يعني مثلا هنا هتبقى هنا وهنا وهنا وهنا، فانا هحطه هنا
ايه تاني؟ الكونتور مثلا بحطه هنا، هحطه تحتيه. هنا وهنا. انا هنا مش هعمل حاجة لان انا هحط البلاش بتاعي واحط حاجة تانية، فانا مش هحطه هنا اصلا، مش هحط الكونسيلر هنا يعني. ممكن لو عايزة تزودي تاني زودي، يعني انت هتحطي هنا كده اهو، وهنحط هنا اهو، وهنحط في المكان ده كده، وهنحط في المكان ده، وهنحط هنا تحت العين وفوق العين هنا، وهنحط هنا، وهنحط هنا، وهنحط في الجنبين هنا، بس مش هالجنب هنا، هحط في الجنبين هنا، وهحط في الجبهة اهي كده اهي. لما بقى احط البلاش واحط الحاجات التانية فهيظهر اكتر ان هو مش غامق، واكيد طبعا واضح ان هو فتح طبعا، يعني ده الغامق اهو اهو، اكيد مش نفس لون وشي اهو، اللون اتغير، لون وشي اهو اتغير، مش نفس اللون اهو. ده افتح لان انا بقى وزعت الكونتور في كله. عايزة تزودي برضو في اي مكان زودي، مثلا عايزة تزودي تاني برضو ممكن تحطي يعني كمان مرة مثلا. اهو ما جتش جنب الحتتين دول، وتحطي هنا وتحطي هنا وتحطي هنا وتحطي هنا. لو انت يعني حاسة ان انت عايزة تفتحيه تاني عادي، وتحطي هنا. مش هحط هنا عشان هنا هحط البلاش بس اهو، عشان افتحه اكتر، واخد المكان، اخد الجزء ده اهو، اخدت الجزء ده كله اهو. انا كده فتحته اكتر، لو انا عايزه افتحه اكتر يعني اهو. طبعا لما تكوني بلا البيوتي بلندر هتبقى سهله قوي عليكي. لو نشف منك هتاخدي الفيكس، فيكس سبراي، عشان يرجع الكونسيلر لو هو نشف منك يرجع يبقى لك والتاني يبقى ناعم تاني معاكي، فتقدري تدمجي براحتك اهي. طبعا كده مش هتحطي كونتور كريمي نهائي لان انت اصلا عامله كونتور تحت، فمش هتحطي اصلا كونتور كريمي خالص. الحركة دي كمان هتناسب الناس اللي مش بيعرفوا يدمجوا الكونتور الكريمي، فلو حطيتيه تحت الفاونديشن هيبقى سهل قوي معاكي. بس كده الدرجة طبعا باينة اهي ان هي افتح، طبعا اهي من الدرجة اللي هي الغامقة اهي.
لما تحبي بقى تثبتي الفاونديشن والكونسيلر هتثبتي بحاجتين اللي انت حباه، هتثبتي بلوز باودر او هتثبتي بالكومباكت باودر. بس كده، وهو ده كان الفيديو. اتمنى ان الفيديو يعجبكم واشوفكم على خير الفيديو الجاي.